بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نعمل كود أو لزب على برنامج الأوتوكاد عن طريق الشات جي بي تي. أول حاجة لازم نعرفها إن إحنا بنكتب له اللي إحنا محتاجينه، يعني لازم نفهمه كويس إحنا محتاجين إيه ونوصف له بالظبط الكود اللي إحنا عايزينه، لأنه حسب ما إحنا بنكتب هو بيدينا الكود، فممكن هو ما يشتغلش معانا، فانا بظبط تاني او بغير الصيغه اللي انا بكتبها لما باجي اطلب منه اللزب. يبقى دي اول حاجه لازم ان احنا نعرفها. طيب انا دلوقتي عندي زي ما شايفين ده الاوتوكاد، وعندي دي خطوط عاديه جدا لاين اهي، لو احنا فتحنا البروبرتيز لاين وده اس بي لاين وده خطوط لاين، تمام اهي اربع خطوط لاين بالشكل ده، تمام. هنيجي نصغر ده كده شويه. انا عايزه اعمل ليست بيحول لي الخطوط اللاين والاس بي لاين لخطوط بولي لاين. هروح على الشات جي بي تي واجي اطلب منه، هنا عندي سند ا مسج، تمام. انا هاجي اقول له بيست هنا، انا مجهزه الكتابه اللي انا عايزاها، كرييت ذا فولوينج كود. اول حاجه يوزر سيلكت لاينز اند اس بي لاين، المستخدم اللي هو انا اللي هعمل سيلكت على اللاينز الخطوط او الاس بي لاين اللي موجوده، تمام. كونفرت اول سيلكت تو بولي لاين، حول لي خطوطي لبولي لاين. وعايزه اسم الكود اللي انا هعمله يكون بي اس ال، نيم ذا كوماند اللي هيتكتب فيه الكوماند بي اس ال، لان انا لو ما اديتلوش النيم هو بيديني النيم، تمام، بيعمله وبيديني النيم، لكن انا عايزه احدد النيم عشان ابقى حافظاه، فانا حددته بي اس ال. وهاجي اعمل شير بالشكل ده للرسالة، هو بيعمل لي الكود زي ما احنا شايفين كده اهو، شايفين. اهو الكود، ادي الكود، وهنا التعليمات ان انا بفتح الاوتوكاد وعمل ابلود والكلام ده كله هنشوفه دلوقتي. طيب انا عايزة اخد الكود ده واحطه على الاوتوكاد، هقول له كوبي كود، تمام، وارجع للاوتوكاد. جينا بقى عند الاوتوكاد وهاجي احمل الليسب، هقول له في ليسب اهي، اول واحده ظهرت لي، واجي اقول له نيو، هاجي اقول له هنا بيست، تمام، وبعدين اعمل سيف للفايل، سيف اس، واجي اسيف الفايل بتاعي بالاسم اللي انا عاملاه بي اس ال، تمام، واقول له سيف، خلاص. وبعدين اقفل الامر هنا، بعدين اقول له ابلود، ابلود اهي، تمام، واختار البي اس ال واعمل له لود وبعدين كلوز. هاجي اقول له بي اس ال وادوس انتر، واختار الخطوط اللي انا عايزه احولها لبولي لاين، اول خط اهو، وهاجي ادوس بيمين الماوس انتر. هنا بيقول لي دو يو وانت تو تيرن ات انت 1، هقول له يس، تمام، هدوس انتر على طول، وبعدين مش هدوس على اي حاجه من الحاجات الموجوده دي، وهدوس بيمين الماوس، هيظهر لي انتر هنا، بدوس عليها بالشكل ده. هنيجي بقى ندوس على الخط بتاعنا ونفتح البروبرتيز، هنلاقيها اتحولت لبولي لاين زي ما احنا شايفين كده اهو، هي مفتوحه قدامنا بالشكل ده كده. نفس الكلام هاجي عند الاس بي لاين اهو، زي ما شايفين اس بي لاين حوله لبولي لاين، هقول له بي اس ال وادوس انتر، واختار الاس بي لاين وادوس بيمين الماوس وبعدين يس. وهنا بيقول لي، بيحدد لي الدقه بتاعه الخط نفسه هتبقى قد ايه، فهو بيقول لي 10 10 20 30 اي حاجه انتوا عايزينها، المهم ان احنا هنقول له انتر، مش لازم ان انا اغيرها، هقول له انتر بالشكل ده كده، وابعد كده وادوس بيمين الماوس وبعدين انتر. هنشوف مع بعض الاس بي لاين اتحول لايه، اتحول لبولي لاين زي ما احنا شايفين كده، تمام. نفس حكايه الاربع خطوط دول اهو، هاجي اهم لاين 4 عددهم 4، هاجي اقول له بي اس ال انتر. هنا بقى بيحدد لي بس الخط اللي هيعمل له بولي لاين اهو، شايفين عامله باللون اللي احنا شايفينه ده، لا انا عايز الخطوط كلها تتحول لبولي لاين، فهاجي اقول له نو ان، بعدين ادوس انتر، وبعدين اقول له مالتيبل، واختار الخطوط كلها، تمام، وادوس بيمين الماوس وبعدين يس، تمام، وبعدين ادوس بيمين الماوس واقول له انتر،
هنلاقي ايه بقى؟ كل خط حوله لي بولي لاين من غير ما يعمل لي جوين للخطوط. كل خط هيعمله لي بولي لاين اهو، ادي خط تاني اهو، شايفين بولي لاين بيظهر لي فوق في البروبارتيز اهي، تاني تالت الرابع. لو انا عايزه اعمل الخطوط دي جوين هاجي اقول له اندو هنا اهو، وبعدين اقول له بي اس ال تاني واختار الخطوط، وبعدين ادوس بيمين الماوس، بعدين نو، وبعدين مالتيبل واختار الخطوط كلها وادوس بيمين الماوس، وبعدين يس واختار جوين. شايفين جوين هنا اهي، كاني بعمل بي اديت بالظبط، وادوس انتر وبعدين انتر. لو شفناهم جمعهم لي مع بعض خطوط بولي لاين. يبقى انا كده عملت كود او لزب عن طريق شات جي بي تي بيحول لي اللاين او الاس بي لاين الى بولي لاين. ان شاء الله هشرح دروس تانية برضو نتعلم كود تاني وتالت ورابع، انا بتعلم وانتوا بتتعلموا، الموضوع عايز دقة بس في الصيغة اللي احنا بنكتبها للشات جي بي تي. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.